السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي الأعزاء، يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في حصة جديدة من مكون التزكية بعنوان الله الرحمن الغفور التواب، حيث سنعمل على تزكية أنفسنا، والنفس لا تزكو إلا بذكر ربها. وكما هو واضح من خلال عنوان النص الله الرحمن الغفور التواب، فالأمر يتعلق بالله أولا وبأسمائه التي سمى نفسه بها وعرفنا عليه من خلالها. لذلك عندما نذكر الله فلا بد أن نستحضر هذه الأسماء ونستحضر معانيها. إذن هيا بنا على بركة الله لنتعرف على هذه الأسماء التي سمى الله نفسه بها وعلى بعض معانيها وعلى فضل ذكره بها، حيث ستكون البداية من خلال التعرف على الآية 10 من سورة نوح. تابعوا معي. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن كما هو واضح من خلال هذه الآية، فالمتحدث هنا أو المتكلم هنا هو نبي الله نوح عليه السلام، طبعا وحيا من ربه، حيث قال لقومه أن استغفروا ربكم، وأكد لهم أن هذا الرب هو رب غفار أي كثير المغفرة. وهنا جاء اسم غفار على وزن فعال بصيغة المبالغة كدليل على أن الله جل في علاه كثير المغفرة، فما عليكم إلا أن تستغفروه فيغفر لكم. وكما تلاحظون أيضا من خلال هذه الآية، فقد ورد اسم من أسماء الله الذي عرف نفسه به وهو اسم الغفار. فننتقل إلى قراءة وتأمل الآية الموالية. تابعوا معي. قال الله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الآية 76 من سورة المائدة. إذن كما هو واضح من خلال بداية هذه الآية، فالله تعالى يدعو عباده إلى التوبة والرجوع إليه حتى يتوب عليهم. وهنا يتجلى أحد أسمائه الجليلة وهو اسم التواب، والذي يفرح بتوبة عباده ويتيبهم أحسن التواب على توبتهم. وأيضا جاء في هذه الآية: ويستغفرونه والله غفور رحيم، حيث هنا دعاهم أيضا إلى استغفار متى أخطأوا وأذنبوا، وعرفهم بنفسه بأنه هو الغفور الرحيم. وكما تلاحظون فقد سمى الله نفسه بالغفور والرحيم، والغفور مشتق من المغفرة والرحيم مشتق من الرحمة. وهذان الاسمان من أعظم الأسماء التي سمى الله بها نفسه، والتي تدعو العبد إلى عدم القنوط واليأس، بل تدعوه إلى الفرح والأمل والتفاؤل بالرحمة والمغفرة التي وعده الله بها متى استغفر وأناب وتاب. وهكذا نفهم مما سبق أننا يجب أن نستغفر الله وأن نتوب إليه متى أخطأنا أو أذنبنا، وأننا يجب أن ندعو الله بأسمائه الحسنى طمعا في الرحمة والمغفرة والتواب. ولقد تعرفنا من خلال الآيات السابقة على ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى، أولها الرحمن، والذي رحمته وسعت كل شيء مصداقا لقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ثانيا الغفور، والذي يغفر الذنوب للمستغفرين. التواب، والذي يمحو خطايا التائبين. لكن الأسماء التي سمى الله بها نفسه لا تقتصر على الرحمن والغفور والتواب، بل له 99 اسما، لكل اسم معان ودلالات وفضائل عظيمة، مصداقا لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبالتالي أستخلص أن من أسماء الله تعالى الرحمن الغفور التواب، لذا أدعوه بأسمائه الحسنى وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في كل وقت وحين. وأخيرا من أهم القيم التي نستقيها من خلال درس اليوم والتي يجب أن نتشبع بها، وهي أن نستغفر الله وأن نتوب إليه في كل وقت وحين. وأوصيكم أبنائي بأن تكثروا من ذكر الله، فقد قال الله جل في علاه: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فبذكره سبحانه وتعالى تتنزل علينا الرحمات، وننال المغفرة والأجر والتواب، ونفوز في الدنيا والآخرة، وتطمئن قلوبنا وتحل علينا السكينة، حيث قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنيئا لمن وجد في سجله يوم القيامة ذكر كثير. هكذا أبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. أشكركم على حسن متابعتكم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.